الملحن وليد سامي أعلن عن انفصاله عن زوجته الفنانة إلهام عبد البديع بشكل غير متوقع، وده كان من خلال بوست نشره على حسابه الرسمي على الانستجرام. البوست ده جاي بعد ما استمر جوازهم لمدة سنتين، وكانت الناس شايفة ان هما ثنائي ناجح ومتفاهم. يا ترى ايه اللي حصل وايه السبب في الانفصال؟ وليد نشر بوست وكتب فيه: كل شيء اسمه نصيب، انا وإلهام انفصلنا وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بينا، وربنا يوفقها ويكتب لها الخير. الكلام ده كان مختصر وواضح لكن مليان مشاعر شكر واحترام، وبيبين ان العلاقة انتهت من غير مشاكل وانتهت في كل هدوء. الغريب في الموضوع ان وليد سامي مسح البوست بعد دقايق من نشره، وده خلى الناس تسأل ايه السبب، هل هو رجع عن قراره ولا ممكن يكون حصل تدخل من حد او حصل سوء تفاهم. لكن لحد دلوقتي إلهام عبد البديع ما ردتش على الموضوع ولا علقت على اللي حصل، وده بيخلينا نفكر انه هي لسه بتحاول تستوعب الموقف، او ممكن تكون مش عاوزة تفتح الموضوع قدام الجمهور. الناس اللي تابعت حياتهم الفنية والشخصية كانوا شايفين ان علاقتهم قوية، وده ظهر في اكتر من موقف. في اكتوبر 2022 كان في حفل زفافهم اللي عملوه في واحد من اكبر فنادق القاهرة، وكان حفل فاخر بكل المقاييس. إلهام لبست فستان زفاف أبيض مطرز بتفاصيل خطفت الأنظار، وكان واضح إن هي اختارت كل حاجة بعناية عشان اليوم ده يبقى مميز ليها. القصة بتاعت حبهم بدأت بشكل رومانسي لما إلهام أعلنت خطوبتها من وليد سامي في عيد الحب، وكانت لحظة جميلة والاحتفال اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، وده بيبين هم قد ايه كانوا عاوزين يحافظوا على الخصوصية بعيد عن الأضواء والسوشيال ميديا. من الشغل جمعهم أكتر، وليد سامي لحن لإلهام عبد البديع أول فيلم سينمائي ليهم سوا. الفيلم كان خطوة كبيرة ليهم في التعاون الفني. وليد سامي كان فرحان إن هو بيشتغل مع مراته اللي هي فنانة مشهورة، وكتب ساعتها على صفحته على الفيسبوك وقال: الحمد لله قريبا أول فيلم سينمائي ليا مع الفنانة الكبيرة إلهام عبد البديع. الناس كانت متوقعة إن التعاون ده هيكمل بعد كده وإن العلاقة بينهم هتبقى أقوى. لكن دلوقتي بعد خبر الانفصال الناس بتسأل إيه اللي حصل فجأة؟ هل ممكن يكون الشغل والضغط أثر على علاقتهم، ولا في حاجات تانية إحنا مش عارفينها؟ بغض النظر عن السبب، المهم إن هما قرروا ينهوا العلاقة بشكل محترم، وده كان باين في كلام وليد اللي شكرها على الفترة اللي قضوها سوا، واللي كتبوا على صفحته في بوست بعد ما أعلن عن انفصالهم.